مأرب، المدينة التاريخ والحضارة، خرجت من الحرب مبكرا وسبقت الجميع إلى استعادة الدولة وتجديد ربيع المدن المحررة. استطاع أهالي المحافظة مزاولة حياتهم الطبيعية رغم الحذر والترقب، وتقتصر سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع على بعض الجيوب في المنطقة التجارية بسرواح، فيما تستمر عناصر المقاومة وقوات الجيش الوطني في تمشيط المنطقة وقطع الطريق أمام أي هجمات مرتدة. تمكنت الإدارة المحلية العودة بمأرب إلى الحياة المدنية في غمرة حملات واسعة يقوم بها القادة المحليون. من أجل ذلك ولتحذير السكان من الخلايا النائمة والسكوت عن أي أعمال إرهابية أو نشاط يهدد أمن المدينة، كما تنفذ السلطات عملية إزالة العشوائيات ومخلفات البناء من أجل مدينة نموذجية. على عكس غيرها من المحافظات المحررة، يبدو الملف الأمني في مأرب منضبطا وآمنا، فهي لم تشهد أعمالا إرهابية كقرينتها عدن، بالرغم من وجود مركز العمليات العسكرية وقيادة الجيش الوطني والقوات المشتركة فيها. إلا أن مأرب أحكمت قبضتها الآمنة وسدت كل الفجوات التي تتيح للإرهابي التسلل منها لضرب أمن المدينة واستقرارها، باستثناء بعض عمليات الاغتيال القليلة وحوادث القصف الصاروخي الذي شهدته المدينة في وقت سابق. غير أن التحدي الماثل حاليا، يقول مدير أمن المحافظة، هو الازدحام السكاني الذي وصل إلى 10 أضعاف ما تستوعبه المحافظة، وذلك نتيجة النزوح من المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. المعروف أن مأرب تنتج أكثر من 70% من نفط وغاز اليمن، إلى جانب أنها المحور الرئيسي لتوريد الكهرباء في البلاد التي تضررت كثيرا خلال سيطرة الميليشيا على المحافظة. ومأرب بهذه الصفات تعتبر المنطقة الوحيدة التي تغذي البلاد باحتياجاتها حالياً.